من خان يونس انضم لينا من هناك هاتفيا مراسل الكوفية طارق دحلان. أهلا ومرحبا بك معنا طارق، كيف إذن هو الحال في المحافظات الجنوبية؟ يعني نعم جمان، الحديث عن المحافظات الجنوبية هو ذاته الحديث عن المحافظات الشمالية التي تتعرض لعمليات إبادة جماعية منذ عدة أيام. في محافظة رفح هناك عمليات توغل منذ 3 أيام حتى هذه اللحظات في حي الزهور في الشمال الشرقي من محافظة رفح. هذا الحي وصلت إليه آليات الاحتلال التي تعمل الآن على تدمير البنى التحتية بالإضافة إلى انتشار فرق الاحتلال الهندسية في هذه المنطقة، هذه الفرق التي تعمل على نسف وتدمير منازل المواطنين وأيضا الأراضي الزراعية في هذه المنطقة. في المنطقة الشمالية الغربية هي الأخرى تشهد عملية قصف من قبل المدفعية الإسرائيلية لحي عريبة والحشاش ومحيط منطقة أو براكس زغلول. براكس زغلول تحديدا هو يقع في المنطقة الإقليمية ما بين محافظتي خان يونس ورفح، وعدد من طلقات آليات الاحتلال وصلت إلى الأطراف الجنوبية من محافظة خان يونس. في غرب المحافظة هناك عمليات نسف ما زالت مستمرة في حي السلطان الحي السعودي، لا أحد يستطيع بالعموم الوصول إلى هذه الأحياء نظرا لخطورتها، ويوجد هناك عدد كبير من الشهداء والقوم على الأرض وفقا لشهود العيان، ولكن هناك منع تام من قبل الاحتلال الإسرائيلي من دخول مركبات الإسعاف والدفاع المدني لانتشال هؤلاء الشهداء. كان هناك صباح هذا اليوم عمليات إطلاق نيران من قبل آليات الاحتلال التي تتمركز في محيط مسجد العطار الذي أساسا هو دمر بشكل كامل. هذه الآليات تعتري هذه المنطقة وقامت بإطلاق نيران باتجاه طواقم الدفاع المدني التي حاولت سحب أو انتشال أحد جثامين الشهداء من الأطراف الغربية من الحي السعودي في وسط المحافظة حي ابنة وحي الشاطورة. هذه الأحياء تشهد عمليات كر وفر مع استقرار وتمركز لآليات الاحتلال في حي ابنة في الجنوب من محافظة رفح، مع عمليات واستمرار عمليات التجريف وتدمير منازل المواطنين في هذه المنطقة. في محافظة خان يونس كان خلال الساعات الماضية استهداف من قبل الطائرات الاستطلاع لمجموعة من المواطنين في المنطقة الشرقية من المحافظة، ما أدى إلى وقوع شهيد من عائلة العمور وعدد من الإصابات. القصف المدفعي شرق محافظة خان يونس لم يتوقف منذ عدة أيام، ومنذ مطالبة الاحتلال الإسرائيلي المواطنين بإخلاء منازلهم في بلدة بني صعيدة ومعن، عشرات قذائف المدفعية سقطت على هذه المناطق منذ ساعات صباح هذا اليوم دون وقوع أي من الإصابات، ولكن هذه المناطق تتعرض لعملية تدمير لمنازل المواطنين. بلدة بني سهيلة الجمانة، هذه البلدة التي مساحتها الجغرافية ما يقارب الاثنين كيلومتر مربع، تم تدميرها بشكل كامل خلال العملية العسكرية السابقة على هذه البلدة، وأعلنت بأنها بلدة منكوبة. الآن الاحتلال يستمر في قصفها رغم تدمير منازل المواطنين فيها هذه المنطقة. في المنطقة الغربية تحديدا منطقة مواصي محافظة خان يونس كان هناك استهداف لأحد الخيام في محيط منطقة فيش فريش، هذه المنطقة الإقليمية ما بين مواصي محافظة خان يونس ومواصي أيضا محافظة رفح، استهدفت هذه الخيمة من قبل المدفعية الإسرائيلية دون وقوع أي من الإصابات، مع عمليات إطلاق النيران من قبل الزوارق البحرية التي تقترب في اتجاه الشريط الساحلي في المحافظات الجنوبية وتطلق النيران بشكل عشوائي اتجاه الأراضي الزراعية. وهناك منع تام من عملية مزاولة الصيادين مهنتهم في صيد الأسماك على شاطئ بحر محافظة خان يونس. الطلقات أصابت الخيام وأصابت بعض المركبات في ميناء خان يونس وأيضا الأطراف الجنوبية أو الشمالية من مواصي محافظة رفح دون وقوع أي من الإصابات. الآن الأوضاع الإنسانية جمانة تزداد سوءا يوما تلو الآخر مع استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مع أيضا إغلاق معابر القطاع خلال الأيام الماضية وتحديدا إغلاق معبر رفح البري منذ أكثر من 5 أشهر، وإغلاق
الارتباط ايضا معبر كرم ابو سالم الذي يتم ادخال المساعدات عبر هذا المعبر الذي يقع او الذي يشرف عليه وتحت السيطره الاسرائيليه بشكل كامل. هذا المعبر الان مغلق ما يفاقم الاوضاع الانسانيه، هناك ارتفاع جنوني باسعار المواد الغذائيه وشحها في اسواق المحافظات الجنوبيه. نحن الان إن لم يتم اعاده فتح معبر كرم ابو سالم، نحن على مشارف مجاعه جديده في المحافظات الجنوبيه التي يقتل فيها اعداد كبيره من المواطنين. شكرا جزيلا لك مراسل الكوفيه طارق دحلان، كنت معنا عبر الهاتف من خان يونس.